في المباريات أيضا كأس الملك، وصل فريق الأهلاوي لمدينة أبها لمنازلة فريق ضمك ضمن بطولة كأس الملك. الأهلي الباحث عن العودة للمستويات المعهودة يخشى أي مفاجأة في هذه المباراة. ضمن لقاءات الدوري الثمن النهائي من مسابقة الكأس خادم الحرمين الشريفين، يحل الأهلي ضيفا على ضمك باحثا عن بلوغ الدور الثمانية. ضمك وصيف الدرجة الأولى وصل لدور 16 بعد تجاوزه هجر في الدور 32 بهدف لهدف. يدخل اللقاء سعيا للوصول إلى الدور القادم من البطولة وإحداث مفاجأة جديدة. وفي الأهلي يدخل كروس اللقاء بحثا عن الانتصار بأقل مجهود بعد إراحته لعدد من نجوم الفريق على رأسهم أسامة عوساوي وتيسير الجاسم. وصل الأهلي دور 16 بعد فوزه على الطائي بثلاثة أهداف دون رد. الأهلي الذي فقد صدارة البطولة الأهم دوري جميل في جولته السابقة يطمح في عدم التفريط ببطاقة العبور في البطولة الأغلى. فهل تخطف كتيبة كروس التأهل أم أن لعبة المفاجأة تعود من جديد على يد رفقاء التونسي حمادي ألدو؟